بين المسؤولية لواحد التقليد وواحد الأمانة بقدر اعتزازي بثقتي لأخواتي والإخوة الاتحاديين في كافة المناطق بقدر تخوفي نقولها بكل مسؤولية. ولذلك سأحرص أن القيادة التي ستتحمل معي المسؤولية أي المكتب السياسي القادم نكون جميعا في حجم هذه الانتظارات التي عبر عنها الاتحاديات والاتحاديين في مختلف جهات البلاد. أتمنى من الله أن أوفق في أول امتحان هو أن نختار قيادة لهذا الحزب قادرة على الاستجابة لما ينتظره منها هذا الوطن وقادرة على الاستجابة لما ينتظره منها الاتحاديات والاتحاديين على مستوى الداخلي ديال الحزب.